حبيبتي معلش أكل السمك بإيدي؟ لا طبعاً. عم أمزح، كل على راحتك لأنه رح نجي لهون دائماً. أرجيني. عم أتذكر أول يوم شفتك فيه، نزلت بإجازة من العسكرية، قلت لحالي وين ما بدها تروح البنت الحلوة بدي إلحقها وما ضيعها من إيدي، رح أتحدى الكل كرمالها. أنا لهلأ بعشقك، جمالك، شجاعتك، قوتك، لولاك بحياتي ما استرجيت أترك الضياع. ايه بعرف. من اليوم وطالع ما راح اوقف شغل لتعيشي مبسوطة وتفتخري فيني، ومستعد ضحي بحياتي كرمالك. صرت كلي زيت. ليمون ليمون. طيب مش الحال. مروا شباب، بدنا نفوت نتعشى. بعتذر، هيك محل ما بيناسبكم. يا سيدي نتعود. العالم يلي بتسرق بتفوت عالنار، إلا نحنا سرقنا وفتنا عالجنة. هلا اللي هنيك مو سعد الله؟ إيه؟ شو جابوا لهون ها؟ هون مكانه طبيعي، أنت ليش متفاجئ؟ ما يغرك منظره إنه واحد محترم، هذا مشبع بنته قتل. مسكينة هالبنت، بتشتغل بالمحل وبالبيت وما بيخليها تتنفس، وهو بيجي وبيتسلى هون وبيسكر. ما له قليل أبداً. ما بيجي بس ليتسلى، هو شريك مع صاحب المحل كمان. شريك هون؟ على أساس بيستثمر محلات وبيوت. هي الشغلة بس قدام العالم، بس هون بقى الرزق الحقيقي. بتحبي وصلك على طريقي يا أنسة؟ في حدا بيطبق بنت بهيك سيارة؟ مفكر بطلع مع واحد مثلك؟ بجوز إذا ركبت فيها تتعطل بنص الطريق ونضطر ندفشها. بلا ما تتبهدل. مور أستاذ، قول للخانم اللي هنيك تيجي على طاولة. تكرم. انتبه لا تقلي إنك حبيتها من أول نظرة، بتوقع بمشاكل مالها آخر. لا تخافوا أستاذ، لهنيك طالبك هتعوضته. إلو جاي. Thank you.
شكرا كثير على المشروب. لو سمحت بدي تفتح لي قنينتين كبار هلا. على عيني. ايه معقول نقضي الليلة قاعدين هون؟ أهلين. مساك لشوف. لا بقى تخربط لي عقلي بهالسخافة. عفوا بس شو هاد؟ كتاب. أنت مو سألتني أنا شو بقرا؟ قلت خليني جرب أتثقف. قريته. بالحياة ما في هيك شي، فهمت؟ روقي، مو حلوة تضلي هون واقفة على الباب. تفضلي فوتي. رأيتي؟ شوفي. اسمعني منيح. هاد الكتاب عم يحكي عن بنت حلوة عيلتها بدها تجوزها لواحد غني، فجأة رح تحب شاب فقير وبترفض كل المميزات يلي بالشاب الغني، ومشان شو؟ مشان تعيش بحب وتتشارك الحياة معه. ما استغلت جمالها وما قبلت إنها تكون سلعة. ما عجبتك القصة؟ انت تربيت وتعلمت وأهلك فوق راسك وما حرموك من شي أبدا. في مين يدعمك ومالك محتاج لحدا بنوب؟ فأكيد هيك نوع من القصص بتتأثر فيك. حتى حالة المثالية اللي انت فيها بتوترني وما بطيئة. بس انتي لسه ما بتعرفيني لتقرري انا من اي نوع. شو بتقصد؟ بحب القصة اللي بطلتها مجنونة.